أهلا بكم في مرايا. إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي حتى هذا اليوم على فكرة لها الحق قانونيا ودستوريا في أن تتخذ القرارات في الدولة، يعني لسه ما انتهت ولايته، تنوي هذه الإدارة، تنوي، لاحظ حط تحت كلمة تنوي خطين، تنوي تصنيف الجماعة الحوثية اليمنية كجماعة إرهابية. مجرد ولادة هذه النية الأمريكية وظهورها للعلن، بس هذا اللي صار، نية. هذا الأمر تسبب في هرج ومرج لدى الأطراف الدولية الغربية على وجه الخصوص. خذ لديك هذه الصورة الكاشفة. مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن اللي هو البريطاني مارتن جريفيث، أكيد تشوفونه دائم رايح جاي على صنعاء ولا على الرياض ولا على نيويورك. لحظة تناثر الإشارات إلى النية تجاه الحوثي اللي هي من لها كم أسبوع يعني، وليس فقط خلال أيام الانتخابات الأمريكية المثيرة، يعني الموضوع ما طلع أنه والله ترامب بادر بس عشان يعمل زوبعة في أيام الانتخابات، لا، هي القصة من زمان ضمن سياسة أصلا لمحاصرة أمريكا وذيولها، إيران وذيولها. هذا البريطاني إذا جريفيث مبعوث اليمن كان يضغط على أمريكا للتراجع، ومش بس كذا، ناشد الأمين العام للأمم المتحدة البرتغالي أنطونيو غوتيريش أن يتدخل عشان يأثر على وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو. والشهر الماضي غوتيريش هذا الأمين العام للمتحدة حث كيلي كرافت اللي هي سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة على إعادة النظر في خطط إدراج ميليشيات الحوثي كمنظمة إرهابية. مو بس هو، ألمانيا والسويد كلهم وغيرهم مارسوا الضغط والحملة على أمريكا أنها تتراجع، على واشنطن تتراجع عن هذه النية. شيء عجيب بصراحة يعني. طيب، هذا الهلع الدولي من إمكانية تصنيف أمريكا للجماعة الحوثية هو يكشف لنا مشكلة خطيرة، أنه جزء كبير، لا بل الأكبر، من إطالة أمد الحرب في اليمن وبين قوسين منع هزيمة الحوثي، من المؤكد أنه بسبب هذه السياسات وهذا الهلع اللي شفناه اليوم. طبعا لو تبي تسأل جريفيث ولا تسأل غوتيريش ولا تسأل شباب في ألمانيا وغيرها، بيقول لك ممكن حتى إدارة بايدن بعدين ما ندري بعد، بينظرون عليك عن لا يا أخي، وجوب استدراج الحوثي إلى الحوار السياسي وعدم استفزازه، يعني إذا صنفته حتستفزه لازم تستدرجه يعني بمثل هذه الخطوة إلى آخر. أنا أسميه هذا التخدير والهراء. هؤلاء هم من ينظر منهم عن الإنسانية في اليمن، وهم من يعطل إنجاز الحل ووقف إراقة الدماء والانتقال باليمن إلى خطوة جديدة. هذول هم. يعني بس طلعت النية هذه، بس نية، ها، وإنما الأعمال بالنيات أمريكية. شوفوا كيف جنون الخواجات والأمميين. هذا الحوثي، المنظمة الحوثية التابعة للحرس الثوري الإيراني، اللي الشيخ البريطاني
شيخ سنن، ممكن شيخ تجربة بعد، جريفيث المبعوث الدولي لليمن وألمانيا وما ألمانيا، انجنوا بس وصابهم ذعر من إمكانية تصنيفه إرهابيا. هذا الحوثي اللي هم خايفين عليه لا يتصنف إرهابي عاد، خلونا نلقي نظرة على سلوكه المتحضر، مش مع السعودية يقول لك والله هذه مشكلة، لا، على استهداف عصب الطاقة في العالم. اعتداء إرهابي استهدفت به ميليشيات الحوثي الإرهابية قلب الاقتصاد العالمي وإمداداته من خلال استهدافها المنشآت النفطية في السعودية، والتي كان آخرها محطة توزيع المنتجات البترولية في جدة غرب السعودية. تحالف دعم الشرعية في اليمن أكد في بيان أنه ثبت تورط ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران في الهجوم على محطة توزيع المنتجات البترولية بجدة، والذي أسفر بدوره عن نشوب حريق بخزان للوقود في المحطة. وهذه بركات الحوثي اللي يقول لك خواجات أوروبا إياك ثم إياك، أوعى واختشي وما تنويش أنك تصنفه إرهابي، انتبه. كثيرة هي الانتهاكات التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي، من بينها تلك التي أثارت انتقادات حقوقية بعد استهداف الحوثيين لصحفيين ومعارضين بالقتل والخطف. انتهاكات الحوثيين ضد الصحفيين راح ضحيتها أكثر من 25 صحفيا، فيما يقبع العشرات في السجون. إنسانيا، ارتكبت جماعة الحوثي انتهاكات طالت المساعدات الإغاثية وفقا لتقارير أممية ومحلية كشفت عن استيلائها على كميات كبيرة من المساعدات، قررت توزيعها على أنصارها وبيع كميات منها في الأسواق لتمويل المجهود الحربي. كما اصطدمت ميليشيات الحوثي ببرنامج الغذاء العالمي واليونيفيل ومنظمة الصحة العالمية بسبب إعاقتها دخول شحنات غذاء ودواء إلى المحتاجين في مناطق سيطرتها. سلوك الحوثيين دفع المانحين إلى تخفيف حجم تمويل المساعدات الإنسانية وتعليق عشرات البرامج الإغاثية في مناطق سيطرتهم. بصراحة، وعشان نصير منصفين، يعني لن نلقي اللوم فقط على قادة القارة العجوز ومن يمالئهم من العالم الغربي، بعض اليساريين وغيرهم. يعني جماعة إيران برا أوكي حيعملوا كذا، بس أكلمك عن الثانيين اليساريين ولا أي تحت أي عنوان، لن نبالغ في لومهم على منعنا من حسم الأمور في اليمن. نحن أيضا نلام، لأنه لن يقلع شوكك مثل يدك. أما هؤلاء الأصدقاء من عجزة أو مكرة أوروبا والغرب، فيا حبذا هذه الصداقة. من الأمثلة الإنجليزية الشهيرة التي انتشرت حتى لدى العرب المثل الذي يقول: مع أصدقاء كهؤلاء من يحتاج لأعداء. إلى اللقاء.